حكم واحد ان ولا تعادي يعني جاك ولد ما نقول شيء جاك ولد ما نلومك انا جاك ولد شو اسميه جاك ولد شو اسميه صالح لا لا هو بيجي ولد انا هو جربي خشمه ذا كبره عبد الله ترى لا يغرك متزوج ذا متزوج من تعست الحظ اللي بتاخذه والله ان امه دعتنا عليه ليل نهار اخو محمد طيب يا اخوي تعال عبد الله وش يقول له يلا انا ما استلمتك لو استلمتك باخذك تكره نفسك بنفسك فذا الحين انا محترم معك يعني حاول انك انت ما تدخل معي في العميق خلينا احنا حبايب واصحاب سطحي مضبوط حبايب واصحاب سطحي حبايب يعني حبك من بعيد يا محمد عشان اتكلم اي سطحيه عشان لو تعمقت بدمر حياتك تحياتي لمن دمر حياتك الله اكبر يا الاربجي انت ايش يا الاربجي يا قدر الضغط الحق هو غبي واحد نشوف الحق مسح ولا كيف له مخرج شبح مدرسه المربع ابشرك كل ما يجي اكتب مربع فما اليوم حط اعطوني مربع ولا قبلها مرزم مثلك انا كله مرزم لا 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 مربع احسن بالنسبه اي والله حط لك باك شوف المربع شوف المرزم الشنطه خل المرزم المرزم حلو لا والله ما بحلو المربع لك هو لا يفرق من شماغ لا هم تراني اكتب اول ما دخلت تدري ليش تدري ليش هذه بمزاج يكسر ذي ايه 24 ساعة ما تمرس 24 ساعة باقي الكسرات طبيعي يا اخي هذه قدام تقول داش عرس في بعضهم يتعود على شخصية انا ابوي شخصيتي وشي ابوي اقسم ما يغيرها وان يوم انا صغير هذه شخصية ابوي كذا شوف كذا شخصية ابوي شخصيته ولا نسفته؟ شخصية نسفة لازم نسفة حط هذه ورا كذا هذه كذا ورا وكذا طبيعة طبيعة في ما يغيرها ابدا نهائية ما يغيرها نهائية حتى لو عطس مشكلة ما في شيء هنا ودي اخاف القطة السخيفة هذه سخيفة بقوة هذا نست عزايم جلسة كذا حتى لو بجالس كذا ليلة جنوبية ها ما يغيرها ترى ايه ترى احنا جمعناها كل ليلة كويتية فلا تتمهزف الليلة الجنوبية لا مستحيل الله يرحم والديك الله يرحم والديك من اللي بيقدم الليلة الجنوبية؟ لا شوف انا ما استهزف احد اتمنى يكون انت يا ماجد حتى لو ليلتكم اذا سويتوها انا ادري انها راح تكون فاشله بصراحه رجع الشباب بيجيبوا العيد فيك محمد منصور وشله والله ما يخلون الحفلات تمر على خير احمد ما نشوف ساده ليلة احمد انا ادري ان الليله الجنوبيه بتكون فاشله بصراحه انجحها انا تكفى تنجحها لا تحاتون انا بنجحها لكم والله ما نجح ليلتك الا اخوك عبد الرحمن جل يسلم وعيال عمك ولا انت ولا انت ضيقه اي والله انا ايش بسوي انا قاعد بين اربع اطوار هم جالسين في الدرويس هم جالسين مكان فيصل هويمل يا خشونك تكفى سوي كذا بقول كذا اما الليله الجنوبيه زين نبي شيء جديد ما حد سواه ما نبي نفس الشيء انك بتشوف يكفيك ان الشيف جابر بيسوي اكلات جنوبيه بسويها في الليله الجنوبيه باذن الله راح تشوفون شيء فخم ما عمركم شفتوه اذا جاء الشيف جابر بيسوي لكم زين موفر عليكم بوفيه اي ما با انت كم كلفتك كلها والله كلفتني فوق بالسعودي خليك بيتي السعودي فوق 15000 في ذمه اي والله صادق جلسات الحاله هذه سعرها 5000 ومع الكلمة الكويتي دقيقة الجلسات دي من وين؟ شو اسمه متجر شغال عليها؟ اي متجر شغال عليها وش اللي بخير؟ متى فقرة الضيافة؟ البوفيه ليش ما تكلم الإدارة يجيبون البوفيه يسوق لهم القناة في بعضهم ما يرضى في بعضهم يقول حتى سووا لك إعلان والله أغلبهم ترى سووا إعلان بس يسوون خصم 20% بس مجاني لا غريبة طيب ما تعطيك عرض انت اللي مجاني الخيول بيض الله وجيههم جو من الخرج وفرقة الاطفال ما شاء الله ما اللي جاوهم حق الخرج كلمهم ولد خالي بس ما ايش اسمه ما انطردوهم طردوا من؟ اللي تخاصم مع واحد من الشباب هنا؟ ايوه لا هنا الا اللي تخاصم عند البوابة طردوا من؟ واحد منهم الخيول لا ما طلعوا عشان الموضوع ربي خابر يا ولد ما تخاصم طلع موضوع والله انا احبه ترى موضوع يا اخي شاف استانس جاز الوضع يا رجل جرح محمد الحين انتم بيتكم في عسير على راس جبل ها؟ جرح الحاضر عندي بيت على راس جبل عندي بيت جرح الوالد والله قال لي يا اخوك قال تجون دائم جنوب تجون ابها ما قد قال لك اخي شو ذا الجرح اللي تجي السوده دائما ابها
ما سافر مرة. جيتها يمكن فوق 6 مرات. آخر مرة متى يقول لك؟ آخر مرة قبل 2 سنين. كم؟ 2 سنين قبل 2 سنين. الله يحييك. الله يبقيك. أنت ساكن وين؟ الجية. أنت وين ساكن؟ تنومة. وين؟ تنومة. قريبة من أبها. إيه. كم كيلو؟ 90. قريبة وأنت؟ في أبها أنا ساكن. في أبها ساكن وين؟ في وسط أبها. شو اسمه؟ تكفي تعرف أبها الحين حتى. إيه. عارف والله بس ذكرني. وش تعرف وش تعرف في أبها؟ وش اللي تعرف يا أبها؟ هو بعرف السودة. نعم. في السودة. وين؟ في منتجعات. يوم سكنت جيت أبها. سكنت في السودة. في السودة؟ ما في إلا فيه والله في فلل. وين من السودة؟ خذنا فلة اتجمعها. ايه. من رجال. على اليسار صح؟ من طالع. من طالع. كلها فلل. جبال. بس وناسي ود بيتك على راس جبل. ها؟ براد. برد. أحلى شيء. أنا ترى أحب البرد ما أحب الحر. طب الجاية الثانية متى إن شاء الله؟ أنت وصقي. وين؟ متى جيتكم إن شاء الله في صوب الجنوب؟ خلنا نخلص الحين ذا البرنامج تم. يا ولد ما اسالك انا سؤال يتسحب. لا الله ما ادري ترى كنت بقول لك بكره راح يكون عندي طبيعه. ما في طبيعه لين تبي بعد البرنامج اكيد. ما في اي جواب واضح بعد البرنامج. كلنا يعرف متى البرنامج. ما ادري والله قدامنا رمضان ونشوف هل في المساحه مربوط لهم. كنت صرف قرب اجيك زين. خلي كل حديث ذاك الوقت تكلم كل تكلمني واقول لك اني جيت كانك فاضي جيتك وين كانك مشغول. صرفت نفسك. صرفت نفسي عندنا لين وقت فاضي. والله يعزك يا بعد كبدي. الله يرضى قدرك. أنا خليك تمسك فوقي. ما فيها مناظر. أقول ساعة. والله ودي. عبارة عن تمشية تأخذ جو مطر. نعم زي كذا. بس لما تجي تكلمني عن مناظر وشغلات تجيني فيها أسفل تهامة وديك. وديك بركوك المدان. البرداني برضه. البرداني. برداني قصدك. ها؟ إيوه ودي برداني. تكسر. الله الله يا نبي وذاك شلالات من ربي. والله اي والله موكا حركات. ها الله يوفقك شطر. سلطان تكفى. سلطان اقسم بالله لا تجوعني. تكفى سلطان. اندق 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 بس بس شوي 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 والله مالي فيه. مو ملعود بس والله مالي فيه شوي. وخر وخر والله انت وخر والله. بيح 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 بدر يا فلوس فيه. والله ما شفتك من زمان. مرحبا والله يا ربي. اشتنا بطلان انا فوجي ربي بطلان صح في ذمتي زبشنا.